شو مالك يا يحيى، كل فيديوهاتك بلياردو، وكل مرة عم تقل مشاهداتك بسبب هاي اللعبة. صارت قديمة يا رجال، في كتير ناس بتحب ألعاب تانية. نوع يا زلمة، صير نوع يا رجل، صير نوع ولك، صير نوع 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 نوع. أحسن شي أصور فيديو أحكي للمتابعين، ما في غير هيك. شغل الكاميرا، شغل السماعة. السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ اذكروا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شباب، هذا الفيديو عملته بعنوان قررت. ليش؟ صراحة أنا عم أشوف القناة قاعدة تدهور إذا بضلني على نفس الأسلوب اللي هو البلياردو بس، لعبة البلياردو صارت قديمة. فأنتوا يا شباب راح تساعدوني بهذا الشيء، وأنا متأكد 100% اللي بيحبوني راح يساعدوني. فأنا راح أصير أحاول أنوع في القناة كبلياردو جيمينج بشكل عام، لأنه أصلا محتوى القناة مش بس بلياردو. لو ترجعوا لا الوصف القناة، أنا من أول ما فتحت القناة كتبتها للبلياردو وألعاب ثانية، تمام؟ فأنا قررت بعد تفكير طويل أني أصير أنوع. لو بدي يأخذ مني كل يوم 3 فيديوهات يعني راح تصير تشوفوني كثير. المهم بدأ لي تحدي من هون ل 2021، إذا ما بوصل 100,000 مش لا أعتبر إنسان فاشل. لا، الفاشل اللي ما بيحاول، صح؟ الفاشل اللي ما بيحاول. أما المش فاشل اللي هو الناجح، هو اللي بيحاول وبكون عنده إصرار إنه يصير عنده 100,000 و200,000 والمليون وأي إشي بده إياه. فأنا راح أحاول وأضلني أنزل، وأنتوا راح تدعموني، وأنا واثق فيكم وواثق بالله عز وجل أولا، بعدين أنتوا، إنه الله عز وجل راح ييسرني بإذن الله، ييسر لي إنه مجال اليوتيوب، إنه إذا كان خير لإلي إنه راح ييسر لي بإذن الله. فما بعرف والله، هذا الكلام صراحة طلع من قلبي، يعني ما بعرف. أنا قلت لكم تحدي إلي من هون لا سنة 2021 فرح أكتسحب قناة، وأعطيت رقم كمان يعني يعتبر قليل، 100,000، أوصل 100,000 سبسكرايبر أي مشترك، وأنتوا راح تساعدوني إن شاء الله، والله عجل معي كمان. بس هذا اللي حبيت أحكيه. دمتم في أمان الله.